حد بنحلله، بنرجع لكل حاجة بيعملها في سن كبير، راجعة لحاجات مهمة طبعا. جدا في أيام الطفولة. فساعات كتير قوي في شقين في الموضوع ده، ساعات الأسرة مش بس هي اللي بتختاره، لكن من تحت لتحت زي ما الدكتورة منى بتحرك في خصوة بنت إيه، تاخد بنت زي القمر والكلام المعتاد ده. رقم اتنين، في نقطة مهمة جدا تتعلق بالشخص نفسه جدا. تتعلق بالشخص نفسه. ساعات الشخص ما يكونش وسيم بما فيه الكفاية، فيتعرض في فترة معينة من حياته، مش الانتقاد ولكن يعني بعض الحاجات اللي بتترك جواه آثار بيعيش بيها، فيبقى دايما عنده فكرة الهاجس، إن عايز يثبت للناس إن هو كويس ويتزوج المرأة الجميلة بالزبط. اللي يقف يتمنظر بيها أو يتعايق بيها قدام الناس. أنا اللي كنت تقولوا عليا مش حلوة ومش لذيذ، وآه بتقارنوني مش عارف بفلانة وعلانة وعلان ده، أو سمنك ده أجمل. كان ده بيتقال على فكرة في البيوت المصرية للأسف، يعني بين الإخوات كمان. لا انا بقى تقولوا عليا مش حلو ده، انا اتجوزت واحده زي الكلام اللي هو بيقوله ده على فكره اثبت بالدراسات ان فعلا الراجل اللي كان بيعاني من الرفض او عدم الثقه في النفس بيميل ان هو يتزوج واحده جميله حتى يتباهى بها ويقول عكس اللي هو طول عمره عناه، انا هو اللي انتوا كنتوا بتقولوا عليا وحش ومش مرغوب ومش جذاب، انا اتجوزت واحده جميله جدا. ونقطه ثانيه كمان، ان هو احيانا الراجل بيحب يتجوز واحده جميله لو هو عنده رصيد كبير من ان هم ما عندوش ملامح الجمال. يعني دايما تلاقي الراجل الاسمر قوي يحب يتجوز واحده بيدور على الحاجه اللي ناقصاه، هو اسقاط لرغباتنا واحتياجاتنا اللي ناقصانا. يعني فعلا اختيار الجمال بيبقى الدراسات قالت ان هو بيبقى جزء كبير منه اسقاط لرغباتنا واحتياجاتنا. كمان هو اتكلم، طب احنا بنقول الراجل بيحب البنت الجميله او الست الجميله بس ما يتجوزهاش ليه؟ لا هقول لحضرتك، هقول افهم حضرتك. هو بص، احنا عندنا زي ما قلت لحضرتك في الاول، الشباب حاليا وان جنرال الرجاله بيبقى هم الرجل لا خلاف ولا جدال انه يعشق الجمال وانه يتاثر به بشكل كبير جدا، ولكن ويعشق المراه القويه والذكيه والجميله، ولكنه يفكر الف مره قبل ان يرتبط بها، وان المراه الجميله غالبا ما يتزوجها الرجل القوي ماليا او سلطويا او شخصيا. طب رايك ايه يا دكتور؟ ده كلام علمي. هو لا، هو طبعا الكلام ده سليم 100%، لان عاده ساعات كمان الشخص الغني اللي يمتلك القدره الماديه بيبحث عن الجميله، يقول لك اللي هو يقدر بقدرته الماديه وجهه ليه وقدرته الماديه انه يقنعها. انا بس عايز اتكلم في جزئيه قبل ما الوقت، فاضل لي 30 ثانيه بالمناسبه. 30 ثانيه في اختيار شريك الحياه، المهم انك تمسك ورقه وقلم عشان القلب ما يغلبكش، ان اختيار يا اما بالعاطفه يا اما بالعقل، يا بالقلب او العقل. العقل عاده بيشدك لاتجاه معين، عشان تغلب على العقل كل حد يمسك ورقه وقلم برضه ويكتب قدامه، عشان شايف بعينين دايما في علاقه بين العقل والايد. يكتب بمنتهى البساطه، انا عايز ايه في شريك الحياه؟ عايز واحد بمواصفات الفلانيه، او واحده تكتب يعني عايز واحد مثلا قوي ماديا، عايز واحد طموح، عايز واحد يتحملني، عايز، فاكتب ده المعايير دي اكتبها بايديا، اللي انا عايزه، اللي انا حبه، عايز